السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء. أنا الحس صبرة مخبركم بأمي أني جئت إلى البرازيل، كان عمري 19 سنة. هنا يا أفندينا عمر الله أعطانا وسعدنا، وصلنا لمطرح ربك مد وعطينا من الخيرات والرزق الكثير والمحبة للجميع. أولا وثانيا، قعدت 20 سنة رئيس بلدية، رئيس جمعية غربة روحة، الجمعية اللبنانية البرازيلية الإسلامية. وأنا والأخ المرحوم مراد الله يرحمه، والحبيب القلب محفوظ، والجميع كنا كليتنا سوا نشتغل بهذه العمل الطيب. أولا وثانيا، الحمد لله صار لي 60 سنة بهذه البلد ببرناغوا، 60 سنة أنا وهنا الحمد لله ماشي حالنا. عندي 5 أولاد، عندي 5 شباب، الله يخلي لكم أولادكم ويخليهم، كلهم دكاترة والحمد لله، وهذا محامي وهذا دنتيست وهذا يا أفندينا حكيم أسنان، وهذا يا أفندينا شوف كمان ما تسألش إنه في بعد حكيم أسنان وفي حكيم أسنان وفي دكتور دفوغادو، عندي 5 دفوغادو بالبيت، 5 محاميين. أولا ثانيا، نطلب من الله الرحمن الرحيم يجمعنا ببلدنا الطيب الطاهر بخربة روحة إن شاء الله السميع العليم. أولا أيها الأخوة الأعزاء، أني أنا باسمي وباسم العائلة تبعي الشباب الطيبين محمد وغسان وسمير وعبد ومحمد وكليتهم هنا ونايف والحج سمير الله يخلي لنا إياه، هو الوحيد الطيب اللي بيحافظ على المسلمين هون ببرناغوا وكرتيبة، والحمد لله رب العالمين من أعطانا رزق كثير. أولا أوتيلات، كل واحد عنده أوتيل الحمد لله، ما فيش مصاري تشتري، إن كانوا أنا ببرناغوا وإن كانوا سمير بكرتيبة وإن كانوا محمد وإن كانوا كليته هنا الحمد لله ماشي حالنا. كل واحد عنده 4-5 بيوت مأجرون، عنده الحياة سعيدة والحمد لله. نطلب من الرحمن أن يجمعنا بكم إنه سميع عليم، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء. وسلام على المرسلين، وسلام عليكم جميعا أهل البلد الطيب الطاهر خربة روحة، عفاهم الله وأجمعنا بكم إن شاء الله. وليد أفندي الله يرضى عليك ويوفقك ويطول عمرك ويجعلك عهد صالح، وخلي لنا إياك لأنك أنت الوحيد تحترم هالبلد وبتحترم السكانة وبتحترم الضيوف اللي فيها، وبتحترم اللي الإخوة اللي سافروا على البرازيل واللي سافروا على كندا واللي سافروا على نيويورك واللي سافروا، تحترمهم الله يحترمك ويخلي لك إياك، ونفرح منك بجه النبي، ويوم بتتجوز من المعروف بعثنا كرة عزيمة بدنا نروح على رأسنا. السلام عليكم، سلم لي على بيك، سلم لي.